أما الكافيتي أوف ذا داينسفالون كان اسمه الثيرد فنتركل. في رؤوس الموضوعات اللي أنا هتكلم فيها عن الثيرد فنتركل كانت تشمل الديفينيشن، الشيب، السايت، الكونتنتس، الباوندريز أند فلو أند وولز، ثم الكوميونيكيشن والريسيسز. في تصور سريع للكافيتي أوف ذا داينسفالون اللي كان اسمه الثيرد فنتركل، ده الداينسفالون بالأجزاء المختلفة بتاعته اللي احنا تولناها في المحاضرة اللي فاتت. دي كانت البوست سالاماي قاعدين على السايد اوف هذا السليت شيب لايك كافيتي اللي كان اسمه الثيرد فنتركل. اذا يقع الثيرد فنتركل ان بتوين ذا تو هافز اوف بوث سالاماي، ده الموقع بتاعه من خلال الرسم. طب لو خلال رسمنا السجدال سيكشن، ادي كانت السلامس راكبة على البرين ستيم زي ما احنا عارفين، والبرين ستيم ده كان يقع في مقدمة السيربيلوم، وكل منهم بيكونوا مين؟ الهايند برين اللي كان الكافيتي بتاعه اللي كان اسمه الفورس فنتركل، اللي هو كان امتداد السنترال كانال بالشكل ده. والفورس فنتركل هيطلع فوق من خلال السيريبرال ايكويدكت، هيتصل بالثيرد فنتركل اللي كانت اتصلت بمين؟ باللاترال فنتركل. ده كان الفنتريكولار سيستم بتاع البرين. الجزء منه اللي كان موجود بداخل الداينسفالون هو الثيرد فنتركل اللي قاعد بتوين ذا تو هافز اوف بوث سالاماي. ادي السالاماس ويفصلها عن السالاماس الثانيه الثيرد فنتركل. طيب يبقى ده موقع الثيرد فنتركل على وجه الخصوص، ودي كانت بقيه اجزاء مين؟ بقيه اجزاء الرسمه كده كان الكوربس كالوزم، ومن هنا كان الجزء ده ذكرناه اللي هو اللامينا ترميناليز، وراه الانتيريور كوميشر، وراه الانتيريور كولم اوف فورنكس بهذا الشكل، بيكونوا حدود مين؟ الثيرد فنتركل. وما ننساش كان في هنا عندي تحت السلامس الاجزاء الخمسه للهايبوسلامس اللي احنا قلناها، تعالوا كده نرجعها سوا: الاوبتيك كيازما، الانفانديبلم اوف بيتيوتري جلاند، تيوبر سينيريوم، والماميلاري بودي، والبوستيريور بيرفوريتد سبستانس. طيب عرفنا موقع السيرد، تعالوا نشوف الباوندريز اوف ذا سيرد فنتركل. السيرد فنتركل هو انتيريور وول او انتيريور باوندري، وكان بيتمثله 3 structures: anterior column of fornix, anterior commissure ولامينا ترمينالس. مع بعضنا كده هنرسم السجيتال سيكشن اللي هيتكرر كتير معانا. دي كانت السلامس الجزء الكبير من الداينسفالون قاعد فوق البرين ستيم، والبرين ستيم ده كان يقع في مقدمة السيربيلم. هنا عندنا ادي الفنتريكولار سيستم اوف ذا برين، فورس فنتريكل، لاترال فنتريكل، وهنا كان الثيرد فنتريكل. انا شلت الثيرد فنتريكل علشان نبين الباوندريز. دي كانت الكوربس كالوزم اللي هي كانت الحدود العلويه للداينسفالون واللاترال فنتريكل، اللي شكلها كان شكل حرف السي، واللي دي كان جزء من كمش اكبر كوميشرال فايبرز موجوده في السيريبرال هيميسفير. الانتيريور باوندري of the lateral of the third ventricle اللي انا شلته من هنا من قدام، كان في عندي اول حاجه الانتيريور كولم اوف ذا فورنكس. الانتيريور كولم اوف ذا فورنكس ده جزء من باسوي شهير موجود في السيربرال هيمسفير. الانتيريور كولم اوف فورنكس كان بيقع في مقدمه الانتر فنتريكولار فورامن. ده الانتر فنتريكولار فورامن اللي هي الفتحه اللي كانت بتوصل الثيرد فنتركل باللاترال فنتركل. فهنجد الانتيريور كولم اوف فورنكس بيمثل الدايركت انتيريور باوندري اوف ذا او دايركت انتيريور وول اوف ذا ثيرد فنتركل. مباشره وامام منه كنا هنجد شيء ستراكشر اسمه انتيريور كوميشر. ايه الانتيريور كوميشر ده؟ عباره عن ايه؟ في السيريبرال هيمسفير يوجد ثلاث انواع من الفايبرز.
كوميشرال فايبرز واسوشيشن فايبرز وبروجيكشن فايبرز. كانت الكوميشرال فايبرز هي الفايبرز اللي بتمشي بالعرض بتوصل اريا في السيريبرال هيمسفير على الرايت سايد بنفس الاريا على الليفت سايد، بيسموها دي كوميشرال فايبرز. اكبرهم كان الكوربس كالوزم، هم عددهم 5، وواحد تاني هو اسمه انتيريور كوميشر. انتيريور كوميشر ده كان بيوصل اريا معينه في الرايت سايد باريا في الليفت سايد، يعني اذا لازم يعدي على الميدل لاين، في تعديته في الميدل لاين كان في هذا المقطع كان بادي في صوره راوندد شيب دماس، وهي عباره عن فايبرز ماشيه بالعرض بيسموها انتيريور كوميشر. تفصيلاتها هنتناولها في انواع الفايبرز بتاعه السيربرال الموجوده في السيربرال هيمسفير. الشيء الثالث، الاستراكشر الثالث من مكونات الانتيريور وول اوف ذا ثيرد فنتركل كان اسمها اللامينا تيرمينالز، ده الجزء الثالث. واحنا قلنا اللامينا تيرمينالز ديت دي كانت عباره عن فايبرز نازله من الجزء الامامي من الشفه السفليه اوف ذا كوربس كالوزم اللي كان اسمها روسترام، وتروح توصل لنا بمين؟ بالاوبتيك كيازما، ودي كانت بتمثل بقايا السيفاليك اند اوف ذا نيورال تيوب. واخيرا كنا نجد الهايبوثالاموس اللي هو كان بيشكل الانترو انفيريور وول اوف ذا ثيرد فنتركل، وكان يشمل مين؟ اوبتيك كيازما، انفانديبولم اوف ذا بيتيوتري، تيوبر سينيريوم، ماميلاري بودي، والبوستيريور بيرفوريتد سبستانس. يبقى كده خلصنا الانتيريور وول، وخدنا كمان مين؟ الانتيريور بارت اوف ذا انفيريور وول اللي هو الانترو انفيريور وول اوف ذا ثيرد فنتركل اللي كان بيمثله الهايبوثالاموس. تعالوا نشوف اللاترال وول اوف ذا ثيرد فنتركل مين اللي بيكونه. دي اللاترال وول، ده الثالاموس البرين ستيم، وهنا كانت السيربيلم، وديت ده الكورباس كالوزم بالستراكشرز اللي كونت الانتيريور وول اللي كان الانتيريور كولم اوف فورنكس والانتيريور كوميشر واللامينا تيرمينالز. اللاترال وول اوف ذا ثيرد فنتركل هو نفسه الميديال سيرفيس اوف ذا ثالاموس، تمام؟ طيب ادي عندي الفورس فنتركل، وادي هنا الثيرد فنتركل متشال. يبقى الثيرد فنتركل كان بيمثل الميديال سيرف، الثيرد فنتركل اللاترال وول بتاعه هو الميديال سيرفيس اوف ذا ثالاموس، ده من فوق البوسترو سوبيريور بارت. طب الانترو انفيريور بارت كان بيمثله سالكس ماشي في السي اس اف، هذا السالكس بيسموه هايبو سالاميك سالكس، واللي كان بينتهي فين؟ اللي كان بينتهي في الانترفنتريكولار فورامين. اذا اللاترال وول اوف ذا ثيرد فنتركل كان 3 ستراكشرز، ميديال سيرفيس اوف ثالاموس، هايبو سالاميك سالكس، والانترفنتريكولار فورامين. ده كان اللاترال وول. الفلور، الفلور اللي هو مين؟ اللي هو الانترو انفيريور اسبيكت اوف ذا ثيرد فنتركل اللي كان هيمثله، بكرر للمره الثانيه او الثالثه، الستراكشرز فورمينج ذا هايبوثالاموس اللي اتكررت معانا كتير لحد دلوقت، اللي هي الكونتنتس اوف ذا انتربيدانكولار فوسا، اللي هي الستراكشرز اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا ميد برين، نفسها هي مين؟ الانفيريور وول او الفلور اوف ذا ثيرد فنتركل، وتشمل واحد الاوبتيك كيازما، اثنين الانفانديبولم اوف ذا بيتيوتري جلاند، ثلاثة التيوبر سينيريوم، أربعة الماميلاري بودي، خمسة البوستيريور برفوريتد سبستانس. كده خلصنا الانتيريور وول بثلاث حاجات ديت، اللاترال وول بالثلاثة دول، الفلور أو الانفيريور وول بالخمسة ستراكشرز أوف ذا هايبو ثالاموس. طب تعالوا نشوف البوستيريور وول أوف ذا ثيرد فنتركل. إحنا قلنا إن الثيرد فنتركل يفصل بين التو ثالاماي، بينتهي هنا بمجموعة الاستراكشرز اللي كانت بتكون مين؟ اللي كانت بتكون الاي بي سالاموس. احنا وذكر دي كانت السالاموس
من تحت وقدام الهايبوثالاموس، تحت في النص السبثالاموس، تحت ورا كانت الميتاثالاموس، يتبقى لي مين؟ الايبيثالاموس. الايبيثالاموس بمكوناتها كانت بتمثل البوستيريور وول اوف ذا ثيرد فنتريكل، وتشمل التو هابينيولار تريجونز والباينيال بودي اللي كان متعلق اللي كان متعلق في البوستيريور وول اوف ذا ثيرد فنتريكل، من فوق بالهابينيولار كوميشر ومن تحت بالبوستيريور كوميشر. كل هذه الاستراكشرز بالاضافه الى السيريبرال اكويدكت كانت بتمثل مين؟ بتمثل البوستيريور وول اوف ذا ثيرد فنتريكل. وصلنا الى الكوميونيكيشنز اوف ذا ثيرد فنتريكل. هما اتنين كوميونيكيشن سهلين خالص. كان الثيرد فنتريكل متوصل باللاترال فنتريكل من خلال الانتر فنتريكولار فورامين اهو، وكان متوصل تحت بالفورس فنتريكل بالسيريبرال ايكوي داكت. دي كانت الكوميونيكيشن. يتبقى لنا الجزء الاخير في الثيرد فنتريكل الاستراكشر اللي اسمه تيلا كرويديا اوف ذا ثيرد فنتريكل. الرسمه ديت احنا كنا خدناها مره قبل كده في الريليشنز اوف ذا ثالاموس، وانا حطيتها على الصفحه بتاعتي على الفيس، وقلت اللي هيفهم الرسمه ديت هتتكرر معانا في مرات عدد من المرات تساوي ربع النيورو اناتومي. انا شرحتها دلوقتي في احدى المرات مع الثالاموس، هشرح جزء تاني في التيلا كورويديا، واشرحها مره تانيه مع اللاترال فنتركل، واشرح نفس الرسمه ديت مع البيزال جانجليا، واشرح نفس الرسمه دي مع الانترنال كبسول، مكرره كتير. تعالوا نشوف التيلا كورويديا ايه حكايتها. انا هحكي عليها قصتين، القصه العلميه وقصه اخرى حياتيه. بنقول ان التيلا كورويديا اللي هو الاستراكشر اللي لونه احمر ده عباره عن دبل لاير فولد اوف بيا مطر قاعدة على الابر سيرفيس اوف ثالاموس. هنا ده الابر سيرفيس اوف ثالاموس، كان متغطي بطبقة رقيقة من البيا مطر. هنجد هنا في بلاد فيزل كان قاعد في هذه المنطقة. البلاد فيزل هتعجبه البيا مطر، هيدفعها من الابر سيرفيس اوف ثالاموس وهيزقها يدخلها في اللاترال فنتريكل على الناحيتين، ثم يرد مرة تانية من اللاترال فنتريكل وينزل بيها تحت على الروف اوف ذا ثيرد فنتريكل. يبقى البلاد فيزل الموجود في المنطقة ديت ده عبارة عن ارتري من الارتيريال بليكسس اسمها كرويد بريكسس، هيدفع امام منه، هيدفع البيا مطر يطلع بيها فوق وينزل بيها مرة تانية من الفلور اوف ذا لاترال فنتريكل، هينزل به يدخل على الروف اوف ذا ثيرد فنتريكل مكونا شكل حرف التي، تي المرفوعه ديت. حرف التي ده عباره عن بلاد فيزل عامل انفاجينيشن للبيا مطر، راح ورجع بيها فكون دبل لاير فولد من البيا مطر بداخلها ارتيريال لوب من الكرويد بليكسس. بنقول عشان نحفظها نفهمها ايه عباره عن ايه. هنا في ارتري في المنطقه ديت، ارتري لافف على نفسه وعامل ارتيريال بليكسس اسمها كرويد بليكسس، عجبته البيا مطر اللي مغطيه الابر سيرفيس اوف ثالاموس، هيخطفها ويجري بيها يحاول يلتهمها، يدخل يستخبى في اللاترال فنتريكل، هيغرق بمية اللاترال فنتريكل فيهرب بيها وينزل بيها مرة تانية ويخطفها وينزل بيها على الروف اوف ذا ثيرد فنتريكل. الروف اوف ذا ثيرد فنتريكل هنا كان في طبقة حماية اسمها ابن ضيمة، سد الروف هنا بين التوصل ماي على الروف اوف ذا ثيرد فنتريكل. الطبقة دي عبارة عن سيمبل كيوبيكال ايبيثيليوم، هيخترقها البلاد فيزل بالشيء اللي خطفه اللي هي البيا مطر
ويدخل يعمل لها انفاجينيشن مره تانيه ويبرز بداخلها في هذا الشكل. اذا بلاد فيزل سرق بيا مطر، طلع بيها في الفلور اوف ذا لاترال فنتريكل، معرفش ياكلها، خطفها ونزل بيها تاني على الروف اوف ذا سيردا فنتريكل وعمل انفاجينيشن وكون شكل حرف التي. دي التركيبه التشريحيه اللي انا حكيت عليها ديت اسمها التيلا كورويديا اوف ذا سيرد فنتريكل. تشتمل على ايه؟ على بلاد فيزل جاي من الكروبلكسس وكفرنج من البيا مطر.